قبل أكثر من 3 سنوات شهد هذا المكان جريمة حرب ضد المدنيين الأبرياء الذين حاولوا الفرار من نيران ميليشيا الحوثي الانقلابية أثناء اجتياح مدينة عدن. واليوم يشهد تعافيا ملحوظا مع إقامة سلسلة مستمرة من الفعاليات في المدينة احتفاء بالعيد 51 للاستقلال ضد الاستعمار، حيث جرى اختيار رصيف السياح في مديرية التواهي لإقامة البطولة الخامسة للسباحة المفتوحة التي نظمها اتحاد اللعبة. طويلة جدا 3 كيلو، وبطولة يعني ما حد قدر يفوز الا يمكن انا، وهذا بفضل الله ثم وزارة الشباب والرياضة. 3 كيلومترات سباحة حرة في البطولة التي أقيمت برعاية وزير الشباب والرياضة نايف البكري. حضرها محافظ محافظة عدن وعدد من الشخصيات الرياضية والاجتماعية، والتي شارك فيها 32 سباحا من 8 محافظات هي عدن وأبين ولحج والضالع، بالإضافة إلى محافظات سقطرى والمهرة وحضرموت الساحل والوادي وشبوة. كما سبقت البطولة دورة تدريبية في نادي الوحدة بمديرية الشيخ عثمان لتطوير أداء مدربي رياضة السباحة ومساعدتهم في صقل مواهب الشباب. إقامة البطولة بحضور كل هذه الجماهير بالرغم من الصعوبات والتحديات التي تمر بها البلاد دليل واضح على مدى تعطش المواطنين إلى مثل هذه الفعاليات، وأن الحياة تستمر مهما كانت الصعوبات أو المعوقات. حنين جمال، بلقيس، عدن.